عجب بذلك بسبب العشب الطازج الغني بالبروتين بطول الدب. إنها وجبة قوية بعد فترة الجوع الطويلة طوال فصل الشتاء. بالنسبة لبعض الدببة لا يبدو أن العشب كافٍ، فهي تحاول الاقتراب من الإنسان وبالتالي الاقتراب من الخطر. هذا على الرغم من أنها لا تريد سوى العشب الطازج لأنها عاشبة وليست لاحمة. تأتي الدببة سنجابية اللون إلى الوادي الأخضر المثمر في الربيع منذ آلاف السنين، ومع ذلك فإن الطرق والمستوطنات في الوقت الحاضر تقطع مساراتها، فلا تتمكن الذكور والإناث من مناطق مختلفة من جبال روكي من العثور على بعضها البعض. يتم إنشاء مجموعات صغيرة ومغلقة من الدببة مع عدم وجود فرصة لتجديد المواد الجينية. لهذا السبب يبحث فريق من الباحثين عن الدببة عن المسارات القديمة، ويريدون منح الحيوانات حرية الوصول إليها. مايكل بروكتر رئيس مجموعة الأبحاث يهتم بإناث الدببة. سنصل إليها في دقيقة واحدة. قام الباحثون بتحسين وضع مصائدهم لسنوات عديدة. بهذه الطريقة يتأكدون من أنهم لن يتسببوا بأذية الحيوانات. نحن محاصرون في واد نصف طبيعي مع وجود منطقة إدارية فيه ونصف واد مستوطن من قبل البشر، وهذه حطمت ما كان يوما أكبر منطقة آهلة بالدببة تاريخيا، والجبل بالطرقات الحريرية على اليسار الذي يحتوي على عقارات تاريخية عبارة عن عقارات محمية مهمة، ونحن نحاول أن نجمع من دارك وودز الدببة إلى جبال بورسل. نحاول تسهيل حركة الإناث في جميع أنحاء الوديان البشرية المستقرة. يريد مايكل بروكتر إنشاء مسارات مع الجسور والأنفاق عبر المنطقة المأهولة من أجل الدببة. تتمثل الخطة في أن الحيوانات يمكن أن تهاجر مرة أخرى بأمان كما فعلت منذ آلاف السنين، في الربيع إلى الأراضي العشبية في الوادي، وفي الخريف تعود إلى الغابات القديمة مسكنها الشتوي. في اليوم التالي ينبه مستشعر الحركة الباحثين لوجود دب في الفخ. الفريق